السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نتواصل معكم في آخر محاضرة للإحصاء، وهي مقاييس أو بنسميها جدول الحياة. جدول الحياة أو اللي بنسميها The Life Table، بنعرف جدول الحياة على أنه هو المجموعة افتراضية، بتمثل مجموعة افتراضية أو فوج من الأشخاص بيتناقصون تدريجيا بالوفاة، حيث يبدأ السجل عند ميلاد كل شخص ويستمر حتى وفاة الجميع. يعني جدول الحياة هذا هو جدول بيدرس حياة مجموعة افتراضية من مثلا أو فوج من الأشخاص منذ ولادتهم وحتى مماتهم، حتى ينتهي هذا الفوج. يوجد بعض الافتراضات يجب أن تتوافر عند بناء جدول الحياة، منها أن اللي يجب نعرفه أن النقص الذي يحصل بالفوج يكون نتيجة لحادثة الوفاة فقط، حيث يفترض مجتمعا مغلقا أمام الهجرة الداخلية أو الإيه أو الخارجية، يعني فقط من الولادة للوفاة بدون دخول أي من المجتمعات الخارجية أو الداخلية. اثنين، بيبدأ الفوج بعدد قياسي من المواليد، وبنطلق عليه أساس جدول الحياة اللي هو الريدكس، وهذا أهم شيء، هو الكي مالت الجدول أو مفتاح الجدول اللي هنشتغل عليه، مثل ما هشرح لكم المثال القادم إن شاء الله. وهذا بيكون عادة أحد القيم 1000، 10000، 100000. إحنا هنا هنفترض اللي إحنا هناخدوه 1000، وهنشتغل على إنه الريدكس مالتنا في الأمثلة اللي هشرحها لكم هو عبارة عن 1000. ثلاثة، بتحصل حادثة الوفاة في كل عمر وفق لجدول مقدم لا يتغير. بتتوزع حوادث الوفاة بانتظام ما بين عيد ميلاد معين والعيد الميلاد التالي له، باستثناء السنوات المبكرة من الحياة. هذا الكلام هنتعرف عليه بالتفصيل في عند بناء الجدول الحياة. تعال نعرف مكونات جدول الحياة اللي هو The Life Table Contents. بيتكون جدول الحياة شباب عندي من 7 أعمدة رئيسية، بالإضافة إلى عمود ثامن أنا بضيفه بيمثل الفترة اللي بيشتغل بيها هذا الجدول. فالأعمدة هي العمود الأول بسميه العمر، العمود الثاني بسميه الوفيات، العمود الثالث بسميه الباقيين على قيد الحياة، العمود الرابع احتمالية الوفاة، العمود الخامس عدد السنوات خلال الفترة التي يعيشها الفوج، العمود السادس هي عدد سنوات الحياة الحادثة خلال الفترة X وجميع الفترات اللاحقة بها، والعمود الأخير السابع هي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها أحد أفراد الفوج، بالإضافة لاتفقنا العمود الثامن اللي أنا ما رقمته هنا اللي هو بيمثل لك فترات الجدول، سواء كانت سنوات، أشهر، أسابيع، على حسب ما بيكون التجربة بتشتغل. فأنا بدل ما أنا أعبر عن الكلمات اللي فوق العمر والوفيات والكلام النظري، هنمثلهم برموز، ويجب ان انا ارجو من عندكم ان انتوا تعرفوا الرموز. فهنعبر عن العمر بالرمز X، هنعبر عن الوفيات بالرمز NGX، هنعبر عن الباقيين على قيد الحياة بال LX اللي هو الريدكس، وهنعبر عن احتمالية الوفاة بال NQX، وهنعبر عن عدد السنوات خلال الفترة التي يعيشها الفوج بـ NLX، وهنعبر عن العمود السادس بـ TX، وهنعبر عن العمود السابع الأساس E من العمر 0 إلى العمر X. هذا كان العمود الجدول. فإحنا المثال اللي عندنا بيفترض وجود 200 حيوان تجارب وبيتناقصون على هذا المثال الموجود أمامكم. تتكون حياة
جداول حياة من عدة أعمدة، خلاص تكلمناها. المثال ده يقول إن جدول ال 12 رقم 12 هو جدول حياة لنوع من حيوانات التجارب، حيث كان عدد تلك الحيوانات عند بدء التجربة 200 حيوان، وقد تمت مراقبتها حتى ماتت جميعا بعد السنة السابعة. إذا هنا العمود اللي هيشتغل عليه أو الفترة هي عبارة عن سنوات ولمدة 7 سنوات. خلاص تعالى إذا نيجي نبني الجدول مالتنا اللي احنا اتفقنا عليه، اكس ان جي اكس ال اكس ان كيو اكس ان ال اكس تي اكس والاساس اي من العمر 0 الى اكس. دول السبع اعمده اللي هي مكونات جدول الحياه، وهنا بيتكلم على سنوات، يبقى هكتب كلمه هنا انا ايه السنوات. هو كم سنه بيعيشوا من الفوج؟ قال لك 7 سنوات اهو، هرمز له بالرمز 1 2 3 4 5 6 7 واقفل الجدول. يبقى هنا كونت جدول حياه الأعمدة عبارة عن الـ X والـ NGX والـ LX والـ NQX والـ NLX والـ TX والأساس E للعمر 0 من X، والصفوف هي عبارة عن السنوات اللي بيتكلم عليها أو الأشهر اللي بيتكلم عليها. هنا في مثالنا بيقول لك إنهم عاشوا 7 سنوات، هذا الفوج عاش سنة 7 سنوات. تعال نشوف، إحنا هنا دايما بنبدأ بناء الجدول عند الريدكس أو اللي هو بسميه للال اكس، هو هذا الاساس، هو هذا المفتاح. فحكتب هنا طبعا نسيت قبل ما نبدا الريدكس، انا اسف، العمر اكس. انا ده اقول ان السنه 1 السنه الاولى، عمر الحيوانات في السنه الاولى ايش قد؟ هي طبعا هتكون بعدها ما اكتملت السنه، يعني عمرها مثلا شهر شهرين ثلاثه اربعه الى ان تكتمل 12 شهر، اقول عليها ان دخلت بالايه بالسنه او عمرها صار ايه سنه. اذا عمر الحيوانات في السنه الاولى هذا كان عمرهم زيرو، اتفقنا يا شباب، اللي هو من عمر يوم الى عمر 12 شهر. لما اكتمل 12 شهر اصبح عمرهم في السنه الثانيه عمرهم سنه متكامله، وماشيين في السنه الثانيه الى ان يكملون السنه تحتسب لهم سنه. اذا هذه 3 4 5 6، اذا هذا اللي باللون الاحمر هي اعمار الحيوانات، وهنا السنوات اللي كانت موجوده بها التجربه. خلاص واضح؟ يبقى دائما الاكس بيقل عن السنه بمقدار 1. ليش؟ لان في خلال السنه الاولى بيكون العمر زيرو، يعني بعده ما اكتمل السنه حتى نطلق عليه انه هذا عمره سنه. نيجي مثل ما اتفقنا يا شباب، اللي انا دايما ببدا من عند ال اكس اهو، ال اكس بكتب ال 200 حيوان اللي هم موجودين عندي. هنفترض احنا من شاهدناهم اثناء المشاهده، هنفترض ان في السنه الاولى مات من حيوانات التجارب هذه 30 حيوان. اذا ايش قد حيتبقى لي للسنه اللي وراها؟ هم كانوا 200، مات منهم بالسنه الاولى 30، اذا حيتبقى لي 170 في السنه الثانيه. وهنفترض افتراضا ان ماتوا في السنه الثانيه 45 حيوان من ال 170 من المتبقي. اذا ايش قد هيتبقى لنا للسنه الثالثه؟ هنطرح 170، اطرح منهم ال 45 اللي ماتوا، هيكون اتبقى لي 125 للسنه الثالثه. هنفترض ايضا ان مات 55 حيوان في السنه الثالثه، تمام؟ اذا من المتبقي من ال 125، اذا ايش قد هيبقى للسنه الرابعه؟ هيبقى 125 ننقص من عدها 55 يبقى 70. وهنفترض في السنه الرابعه ان مات 30 حيوان، يبقى هم من ال 70، يبقى هم كانوا 70 مات منهم 30، هيتبقى للسنه الخامسه 40 حيوان. وفي السنه الخامسه مات 20 حيوان، اذا هيتبقى لي للسنه السادسه 20 اطرحهم من ال 40 هيصير 20 حيوان. في السنة السادسة نفترض ان هم ماتوا 15 واحد، اذا هيتبقى للسنة الاخيرة كم حيوان؟ 15. وطبعا لازم تنتهي دورة الحياة، اذا لازم يموتوا الخمسة، يعني اذا هذا لازم يعني ال اكس لازم ينتهي بنفس الرقم مالت ال ان دي اكس حتى الجدول ينتهي، ولا لو ما كان لو كان الرقم يختلف يعني معناها اكو لسه جدول مستمر ويانا للسنة الثامنة والتاسعة والاخر. لكن هو ده يقول لك انه ماتوا جميعا في الايه في السنه السابعه، يبقى لازم الايه الخمسه يكونوا ينتهوا او الجدول ينتهي عند رقم 5. لغايه هسه احنا بنينا ثلاث اعمده رئيسيه من جدول الايه الحياه، الاكس عرفناها والان جي اكس عرفناها والال اكس عرفناها. تعال نشوف احتماليه الوفاه.
بنملى احنا يا شباب، بنملى عمود عمود، ما بنمشي صف صف مثل ما انتم شايفين، بنملى عمود عمود. نيجي نملى عمود احتماليه الايه الوفاه اللي رمزنا لها بالرمز ال ان كيو اكس، اللي هي اللي العمود رقم 4. ال ان كيو اكس انا كاتب لك اهي فوق، بتساوي لك ال ان دي اكس مقسومه على الريدكس على الاساس على ال اكس، يعني ال هذا ال 30 هذه مقسومة على اللي بصفها على ال 200، يعني أقسم 30